السلام عليكم اعزائنا الكرام، اعزائي المشاهدين ومتابعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. احنا بنتابع النهارده معاكم من داخل سوق مواشي، سوق الاحتفية، طبعا استعدادا لعيد الاضحى المبارك. خلاص ايام قليله تفصلنا عن عيد الاضحى المبارك، لكن احنا النهارده معاكم نزلنا في محافظه اسيوط وبنشوف طبعا وبنتابع معاكم اسعار الاضحيه، الاضاحي السنه دي عامله ايه. في اقاويل التجار بيقولوا لنا ان الحمد لله السنه دي العجول كتيره والبقر والجاموس كتير، وان شاء الله ان شاء الله كله ياكل ويضحي ويفرح. هنتابع معاكم النهارده من داخل اسواق المواشي واسعار المواشي والتفاصيل، كل التفاصيل اللي تخصنا. يا ريس، العجول السنه دي اوزانها من كام لكام؟ العجول السنه دي اوزانها من كام لكام؟ اللي هو العدل البقري يعمل 65، تمام. والعدل الجاموس يعمل له 55 نقطة، تمام. بيقول السنة دي الحمد لله الفقير والغني كله هياكل. لا بالصلاة على النبي، كله هيعيد السنة دي. طب أنهي الأرخص، السنة اللي فاتت ولا السنة دي؟ لا بالصلاة على النبي، السنة دي إن شاء الله كلها بركة. العجول أسعارها أقل من السنة اللي فاتت؟ آه إن شاء الله. إزاي؟ مع إن اللحمة يعني أسعارها في المقابل؟ لا بالصلاة على النبي، ما أصل في حكاية المرض ده اللي نازل، فالناس ابتدت تطلع اللي هو بتدي العقل. يعني ان شاء الله ممكن عبيلة التحية يا استاذة ببلاش السنة دي اللحم. والله والله ببلاش، يعني كله هياكل؟ كله هياكل، الفقير هياكل والغني هياكل ببلاش اللحمة. ها وحد مشتري يا استاذة، الناس بتكتر خير ما حدش فلوس السنة دي. انا مش بقول لك يا بصلى على النبي، كله هيعيد ان شاء الله، كله هيعيد السنة دي يا استاذ. الناس هتضحي وتبيع بقلب جامد بسم الله ما شاء الله. سواء سوق ابو تيج يوم الجمعه المباشر، اسواق ابو تيج. تقدر تقول لنا اوزان العجول السنه دي بتتراوح من كام وكام؟ 150 ماشي، 160 ماشي، ما هيزيد يا ثاني. هي على حسب الاوزان. 160 ماشي، 150 ماشي. البقر يعمل 165، الجاموس يعمل له 155. طيب احنا النهارده بنقول البقر بكام؟ البقر هنا ب 65، 65. والجاموسي؟ الجاموسي ب 55، ب 50 عام. تمام، والعجول؟ ما هو العجل. العجل النتي. العجل البقري والجاموسي يعني. البقر والجاموسي، اما النتي ده ما بيتوزنش. تمام. انت ما تتوزنش. ان شاء الله عبيلة عيد الاضحى تاني ممكن نلاحظ انخفاض برضو في الاسعار. ان شاء الله. ان شاء الله في الضحية وبعد الضحية. احنا في الضحية، ما احنا فيها. زي ما هي. بعد الضحية الأسعار تبقى زي ما هي. بعد الضحية إن شاء الله أسعارها تبقى أقل من كده بأمر الله. أقل كمان هتنزل. إن شاء الله أقل من كده. تمام. عشان في خير كتير جاي من عند ربنا. الحمد لله. خلي الفقراء تاكل. أي والله يا عم. في ناس غلابة تبص على اللحم. أهو. يا اللحم. قول لي بقى، مثلا العجل اللي قدامنا ده وزنه قد إيه؟ هذه ممكن تديله 400 400 و500. 400 كيلو 500 كيلو. والضاني عاوزاها اسعاره ايه؟ الضاني حد يعرف صح الضاني اسعاره ايه؟ انا اقول لك اسعاره. قول لي حضرتك. اتفضل بكام؟ الضاني ماشي ب 180 نفس. 180 النفس؟ 180. 97. والماعز؟ والماعز برضه ماشي ب 210. الماعز اغلى من الخرفان؟ خفيف الماعز. تمام، والجدي برضه؟ الجدي. تمام، والخرفان 180. 180 نفس، ميزان. 180 نفس. تقدر بقى حضرتك تقول لي شروط الاضحية مثلا في العجل اللي قدامنا دي؟ شروط الاضحية، شروط الاضحية زي مثلا شروط الاضحية في الخرفان، طب في العجل بقى شروط الاضحية ايه؟ شروط الاضحية للخرفان لما مؤاخذة تكون نظيفة، خالية من لا مؤاخذة من العيوب، خالية من المرض. معناتها عادي ما يكونش فيها مرض بس. تمام. هذا شروط. لكن العين اللي فيه حرام. هذا قصد كده. اه يا عم هيسألوك بعد كده في ضرايب. ضرايب احنا تدار.
أعزائي الكرام، ما زلنا بنتابع مع حضراتكم من داخل أسواق مواشي طبعا بمحافظة أسيوط. طبعا استطلاعا برضو خلاص العيد بيفصلنا أيام عن عيد الأضحى المبارك. إحنا النهاردة يعني النهاردة تقريبا كده فاضل 16 يوم إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. عيد الأضحى المبارك بيبقى ليه طعم تاني، بيبقى ليه فرحة تانية. حضرتك بتستنى كده بتستنى من اليوم لليوم عشان تقف هنا. قول يا رب. يا رب ربنا يديك الصحة والعافية وتبتعم. أعزائي الكرام، نتابع معاكم هنا وهنكمل بعد تاني وهنتكلم تاني مع التجار هنا.